صديقات والأصدقاء، السلام عليكم. اليوم بغيت ندير لكم واحد الفيديو على قبل، حيت شفت واحد المنظر ما عجبني شاي وتنرفيت، فهمتي؟ تنرفيت باللي بنادم ما كيعرفش، ما كيصبرش وما كي ما كيفهمش، ولا كيتعام ولا كيشوف غير راسو. بنادم حيت كي ولا كيشوف غير راسو، جموفو عنده اللي اهم المهم. علاش بغيت نتكلم لكم؟ بغيت نتكلم لكم على المظاهرات اللي وقعوا البارح في الفنيدق، وكتعرفوا وراء اي مظاهره راه كاين الناس اللي كيدفعوها، كاين الناس اللي كيخلقوها. ما عمر السكان ديال شي مدينه ما ينوضوش يتفقوا، ينوضوا يتظاهروا الى ما كاينش دوك الناس، شي وحدين كيدفعوا باش تكون هاد القضية هادي، باش تكون هاد المظاهرات، باش الناس تجتمع في البلاصة فلا الفلانية ويتظاهروا. نقول لكم مبدأ أول وقبل كل شيء، هاد الكورونا والكوفيد 19 راه ما كايناش غير في الفنيدق، راه كاينة في جميع المغرب، وراه كاينة في جميع الدول في العالم كلشي، وماشي غا منطقة الفنيدق اللي مضرورة، راه كاين مناطق أخرين مضرورين، كاين شحال من شركة وقفات ما خداماش، تسدو شحال من شركات، قلبوا تشوفوا غتعرفوا شحال من شركات في الميدان السياحي، في الميدان النقل، في الميدان شحال من حاجة. الناس ما بقاتش كتسهلك بحال زمان، حيت الشهرية نقصات، حيت الخدمة قلات، فهمتي؟ وشكون اللي كيجعل الناس تصبر؟ وهو ديك الثقافة المغربية المساعدة بيناتنا، داكشي اللي كنجعلو حنا كنشوفو الحباب، واش كاين شي مريض، واش كاين شي واحد خصو، واش كاين شي واحد، هداكشي اللي جعلنا حنا كنصبرو. وهادشي راه ماشي غير عندنا في المغرب، راه في جميع العالم، وكاع في العالم بلاصة أخرى كفس من هذا الشيء، راه كفس من هذا الشيء. حنا راه الحمد لله، الحمد لله ونشكروه، راه كاين المعيشه عندنا مناسبه، عندنا الخضار وعندنا الفواكه، عندنا الدجاج، عندنا اللحوم، عندنا كلشي موجود بثمن الدرويش. وهذه ايامات ياك اشتي هاد البارح الدجاج ب 11 درهم. الناس اللي ما قداش اللحم تاكل دجاج، الحوت كذلك رخيص، ولهذا الخضار ما ندقروش عليها. ولهذا راه الصبر مزيان، ولكن ما خصنيش انا نكون بحال البهيمه يدفعوني شي وحدين نوض. هادشي علاش الثقافه مزيانه، هادشي علاش الانسان يتثقف ويقرا ويكون واعي وكل شيء، باش يعرف واش ما يلعبوش به الناس، باش ما يلعبوش به الناس. واش كتعرفوا شكون وراء هاد المظاهره ديال فنيدق؟ راه في الفنيدق خصكم تعرفوا هذوك الناس اللي كاينين، ماشي في الفنيدق، الناس اللي ساكنين في سبتة، والناس اللي ساكنين في مليلية، ما كندويش على الناس العاديين، كندوي المرفحين ديال سبتة وديال مليلية، لي زون دافير ديال سبتة ومليلية، والسلطات ديال سبتة ومليلية. هادوك باش عايشين؟ باش عايشين؟ باش راه عايشين من فضل المغرب، والله الا ما كان المغرب ولا يبقاو تما. وانتوما يا اهل فنيدق نطو كتغوتوا، حلوا لنا الحدود. علاش نحلوا لكم الحدود؟ علاش؟ باش تدخلوا الممنوع. وفي بلاص اللي غادي تقولوا حلوا لنا الحدود، سيروا قولوا لسبتة ومليلية دخل السلع قانونيا، ودير الضريبة كيف كيديروا كاع الدول، كيف كيديرها يطبقها المغرب، السلعة اللي كيدخلها من برا. وهذوك الناس ما كيدخلوش الضرائب، أولا إسبانيا كتمولهم، وزيد بزيادة ما كيديروش الضرائب على السلعة اللي كتدخل لسبتة ومليلية، وكيكبوها لينا حنا في المغاربة، كيقتلوا لينا السلعة المغرب، الانتاج المغربي. واش
كيف غادي نديرو حنا نوضو نديرو اوزينات باش نصاوبو الصندلات ولا نصاوبو المرميطات ولا نصاوبو المقالي ولا نصاوبو الكوبيرتات ولا نصاوبو تما ذوك المناطق الشمالية؟ من المستحيل، حيت الأثمنة ديال الصبنيول رخص من ديالنا حنا، ماشي ديال الصبنيول، ديال سبتة ومنيليا. وشكون اللي كيدخل هاد السلعة ديال سبتة ومنيليا من غير راه المغاربة؟ أنت كنت تحسب لكم الصبنيول، راه المغاربة هادوك المغاربة اللي كاين تما، شي وحدين كاين تما في المغاربة، راه ما باغيينش سبتة ومنيليا يرجعوا للمغرب. عندكم تكونوا غالطين تحسب لكم الصبنيول، لا راه كاينين مغاربة اللي كيسيروا لا كومينوتي تما ماروكان وكل شيء، وعندهم جنسية اسبانيولية وكل شيء، ماشي من مصلحتهم تكون سبتة ومليلية يكونوا مغربيات. حيتاش السلعة اللي غادي تولي تدخل ديك الساعة غتولي طاكسي بحالها بحال طنجة، الدار البيضاء، أكادير، بحال بحال السلعة غتولي نفس الثمن. ماشي السلعة جينا السلعة ديال الصين والسلعة ديال ما نعرف قيناك حلا كتم داخله لينا بثمن، والكاملوت وغال كاملوت كيتم كيكبوها لينا تما في الشمال المغرب. وهادوك الناس دابا اش كيتظاهروا نحلوا لينا سبتة ومنيلة. انا والله ما نكذب عليكم، لو كان كنت انا السلطات المغربيه ندير لهم خاطرهم، نحلوا الحدود ما بين سبتة ومنيلة. ولكن النهار اللي غنشدوا شي ديواني واحد خلا شرا وحده تدخل المشنقه ديريكت، ما كانش حتى شي حد معك، ما نتعاتقوش مع شي مراه هزا شي رحيل ولا شي باليزه ولا شي واحد مدخل معاه غير شي حاجه في يدو ديال سبتة ولا ديال ميمليا. دير الحرق بوها، لوح بوها، سير رجعها، او شي ديواني سد عينو على السلعه اللي دخلات، نبحثو شكون هاد الديواني اللي كان في هاد البلاصه داك النهار، وندو للحبس المشنقه. باش ديك الساعه ما غتخليو ما يقولوا الحلال لفم هادوك اللي كيتظاهروا، اللي دفعوهم باش ينوضوا يتظاهروا، هادوك اللي البارونات ديال لا كونتروبوند، ديال بارونات ديال التهريب اللي كاينين في سبتة ومليليات في مليليا، واللي عندهم صحابهم في سبتة ومليليا وبالتليفونات فلان فلان خصنا نحركوا الشغل باش المغرب ينوض يحل لنا الحدود. هي هادي حنا ما الحدود ما غيتحلوش، سمعتوا ولا لا؟ الحدود ما غيتحلوش، وراكم غا كتضيعوا وقتكم. واحد دقيقة الأصدقاء، نشوفوا هاد اون سكوند. فوالا انا معكم. فوالا لا فوالا، هادي لي مانيفيستاسيون ديال البارح ناضوا شي وحدين كيتظاهروا، انتم شوم اجتمعوا هادو الناس، هاد الناس اللي كتشوفوا هنا ما يمكنش ليهم يجتمعوا الا ما داروهم طيبوهم وعلموهم وفي البلاصه فلان فلاني، فهمتي؟ وانا قرا لكم واحد ديزارتيكل، ها انتوما سبتة امليليا اميا غير نيغوسي السون اسبانيول، هادو اسبانيول، حنا بغينا نسترجعو، حنا بغينا نسترجعو سبتة امليليا. ناضو شي وحدين في اسبانيا من الوزير، واحد الوزيرة وزيرة اسبانيولية قالت لك والو هادوك المدن راه اسبانيوليات، ايوا حتى حنا خصنا نكملو. ودابا بحال الا دابا هادو هاد خياتنا ديال الفنادق هي نقطة الضعف ديالنا حنايا، بحال الا قلتي اسبانيول سخنوا لك، هما ماشي اسبانيول، راه هادوك المغاربة اللي كيدخلوا ولا معاهم اسبانيول، حتى هما معلوم معاهم اسبانيول اللي كيدخلوا السلعة، راه هما اللي سخنوا الناس الساكنة ديال الفنادق باش ينوضوا يتظاهروا لا اقل ولا اكثر. ولو راه كنقول عاود نقولها، راه ماشي الساكنه ديال الفنادق بوحدها اللي مضروره، راه نتوما الساكنه ديال الفنادق ما مضروريش قد الساكنه ديال سبتة وديال مليليا، ولكن الساكنه ديال سبتة ومليليا ما ناضوش يتظاهروا بحالكم نتوما، نتوما كتظاهروا باش يخلي السلطات المغربيه تخليكم
الدخل الممنوع هي هذه. ها اسبانيا واحد في واحد 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 صحفي جزائري سبحان واحد صحفي اسبانيولي ما كانش غير البارح قال لهم خصنا نهزوا السلاح ضد المغرب فهمتي الناس ساكنه ديال سبتهم ليليات هز السلاح ضد المغرب وحنا في هذه الخطه اللي ماشي الحمد لله المغرب ماشي في الخطه زي جيده وطاحت فرصه والفرصه طاحت لي تعطات لينا مع هذه الكورونا باش نيت حنا سادين الحدود باش الساكنه باش الكورونا ما تدخلش لنا من تما وزيد زياده وزيد من الخير الناس ما تبقاش الناس ما غاديش تبقى تدوز لينا من تما اللي بغى يجي المغرب مرحبا به ولكن يجيك على طريق طنجة ما جيناش على طريق هذيك من تما الا كنتي غادي تجي وخدم وسائل النقل ديال المغرب خدم باخره ديال المغرب نزل لينا في طنجة ما تنزلش لينا في سبتة ومليلية وتعمر الكفر ديالك بالسلعة وتم جايبو للبلاد هنا العائلة لا سيدي حنا ما عندنا ما نديرو بديك السلعة هادو كادوات خليهم خلي عطيهم سير جيب الكادوات في بلاصة فين خدام انت الا كنتي في فرنسا الا كنتي في بلجيكا الا في تيكسبان وسير شي الكادوات الا كنتي قاد تبان حدا عائلتك وبان حدا عائلتك بالكادوات اللي شريتي من تما ماشي تجينا عند بورخوس ديال الاسبانيول في سبتة ومليلية اللي دارتيك الباطاي جايين من الصين وكل شيء كتم جاي معمر الكفر ديالك وتم جاي بداخل بهم المغرب وتخلي وتقتل لنا الاقتصاد المغرب حنا ما عندنا ما نديرو بالناس اللي بحال هذا الشكل فهمتي وهذا الشيء حنا حاليا المغرب واخذ واحد الخطة جيدة حنا سيدي اش كنقولوا للاسبانيول حنا موجودين نحلوا لكم الحدود موجودين نحلوا الحدود مع سبتة ومع مليليا ولكن يكون ضرائب اللي في سبتة واللي في مليليا بحال بحال سبتة والمغرب بحال بحال المغرب ومليليا بحال بحال علاش بوحدها سبتة ومليليا الضرائب على السلعة اللي كتدخل لي طاكس ماشي بحال ديال الاوروب علاش الاوروب عندها لي طاكس عاليين وسبتة ومليليا ما عندهاش لي طاكس حنا من حنا واش حنا حاليا واش مانعين السلعه ديال اسبانيا ولا ديال فرنسا ولا ديال اي بلاد مانعين تدخل للمغرب لا حنا علاش مانعين هذيك السلعه ديال سبتة ومليلية ما تدخلش حيتاش ما عندها فيهاش ضرائب ما فيهاش طاكس كطيح رخيصه وكتقتل لينا المنتوج الوطني ديالنا هذا الشيء علاش ولهذا وهذوك الجيعانين اللي كيشوفوا على كرشهم الروح الوطنيه ما عندهمش نايضين خارجين لك باغين يتظاهروا علاش حلوا لنا الحدود وندخلوا الممنوعات هي هذه والله الا بعد الساعات الا شي جلوس انا بعدا راه كيكفروني كي سميتو بلا ما نبقى غادي ملي نقول شي حاجه اللي ماشي في بلاصتها هاد الشيء الاصدقاء اللي بغيت نقول لكم هاد الناس راه غار مسيرين بحال بير كو لي زالجيريان بير غار بحال البهايم سير ظاهر دير مضى وعارف الناس ماشي غير انت اللي مضرور عارف المغرب كله مضرور والدول العالم كلها مضروره ماشي غير انت بوحدك وانت كتش كطلب اسمحوا لي ندخل الكونتروبوند هي هادي انا قلت لكم كون جات عليا انا كان انا عندي قال عندي الكوكت انا السلطات نخليك نحل لكم الحدود ما كاين حتى مشكل نحل لكم ولكن قلت لكم والله الا تقشيره وحده ما تدخل تقشيره وحده ما خليها تدخل واللي ما راقبش هذاك الشيء ما دارش خدمته في السلطات المغربيه في الديوانه والبوليس والجدارم حيد سير صيفطوا للصحراء اصدقاء الى اللقاء